الو هاندا، ليش تاخرتي؟ راحت علي نومي، لازم لحق محاضرة الاقتصاد. اطلبي لي قهوة 10 دقايق وبتلاقيني عندك. ماشي. ولا استني استني، أنا رح أتأخر شوي، لا تطلبي قهوة. وأخيرا لقيتك خالي آيسون. أهلين. شو هالصدفة هاي هاندا؟ مانيكور إذا بتريد. أنا كنت رح أتصل فيكي حتى لو ما التقينا، في شغلات كتير لازم نحكي فيها. منيح إنك نفدتي من بهدلة وفضيحة كبيرة. فيكي تتخيلي بنت الناطور الكذابة. كان في احتمال تصير مرت ابنك. بتصور إنك لسه مصدومة لأني شايفتك هادية كتير. يعني الموضوع ما صار، وأنا شايفة إنه ما عاد في داعي إني أرجع وأحكي فيه، لأنه هالشي ما رح يصير بنوب. إيه معك حق، بس لما بصير معنا خيبة أمل مثل هاي لازم نحن نحكي عنها. بس فيكي تتخيلي حتى أنا تعرفت على أمها لفريحة، حتى إني رحت على حفلة عيد زواج أمها وأبوها. واحذري وين كانت؟ كانت بفندق أوفيال. قديش هالحياة غريبة؟ أمير هلأ بفضل عمي أونال رح يصير شريك بهالفندق. بس صاحب هداك الفندق خلدون بيك هلأ مات هاندا، وما بظن إنه رح تتحقق مثل هاي الشراكة بنوب. وهون بيكون الشي الغريب، مات زوجها للمخلوقة وأمير هلأ رح يصير شريك بالفندق مع هديك الأم المزورة. أنت بتعرفي هديك المرة؟ مو كتير، بس بعرف واحدة بتعرفها كتير منيح، المصممة تولين أتابيك، يمكن سمعانة فيها. هي بتكون رفيقة أمي كتير، وبنتها كمان بتكون رفيقتي. هن ساكنين بنفس البناية اللي فيها الأم الكذابة، حتى إنهم بيمونوا على بعض. بعت هدول اثنين لبيت سينام خانم مشان تتفقدن منيح. ماشي استاذ. اكثر واحدة بحبها بالعالم. حاسستك مبسوط؟ كل وقت. يا الله قديش حلو اني لاقيك مبسوط هيك، خاصة بعد اخر مرة حكينا فيها مع بعض. شو عم تحاولي تنزعي مرايا آيسون؟ انت بقلعتك؟ انا على عرشي. طيب استناني أنا جاية لعندك. ماشي وأنا عم بستناكي. أهلا وسهلا. شو بتحبي تشربي؟ أنا ما رح طول كتير، بدي روح مشان مباراة جان. انتي رايحة على المباراة؟ انا بتذكر انه الامهات كان يروحوا على اجتماع اولياء الامور والاباء يروحوا على المباريات. مزبوط، انت متذكر كتير منيح، بس كأنه مسؤوليات هالاب اللي كان بس بيروح على مباريات ابنه شكله هلأ ما عم يتحمل اي مسؤولية. انا على القليل ما روحت على حالي اي مباراة لابني، ومثل ما بعرف يا خانم زوجك الحالي ما نرايح ولا على اي مباراة. على كل حال أنا ما أجيت مشان أحكي بالمشاكل اللي صايرة بيني وبين زوجي. يعني عم تقولي إنه في مشاكل بيناتنا؟ هلأ بعد ما مات خلدون بيك فكرت إنه ممكن إنك تترك كل هالشراكة. وإنتي من إمتى صرتي تهتمي بشغلي آيسون؟ شراكتك مع هديك المرأة رح تكون أكبر غلطة ممكن إنك ترتكبها بحياتك أونال. شو اللي عم بيصير آيسون؟ ابني من طرف وانتي من طرف تاني، يعني شو قصتكم انتو مع سينام خانم؟ يعني انت وامير عم تحكوا مع بعض. انبسطت كتير، يعني على القليلة انت منتبه انه في عنا مشكلة مشتركة، ما هيك؟ آيسون انا عم بحكي عن جد. ليك المفروض انك تحكي مع امير بخصوص هالمرة، احكي مع ابنك
ومن فضلك اسمعوا كتير منيح هالمرة. أنا بدي روح. أهلا وسهلا. ويسكي، شو مناسبة هالدعوة؟ باعتبار ما قدرنا نحكي أنا وياك كأب وابنه، فحبيت نحكي كاثنين من رجال الأعمال. احكي، عم بسمعك. شو المشكلة اللي بينك وبين سينا مخانم؟ بابا عم تسألني بعد ما صارت شريكتنا؟ بالأول ما أخذت هالموضوع جد، لأنه بالحقيقة تصرفاتك اللي بالفترة الأخيرة ما كانت بتوحي إنك جدي أبداً. بس هلأ أنا عن جد حابب إني أسمعك، وأنا كتير كمان حابب إني أعرف ليش ما كان بدك هالشراكة. طالما صارت الشراكة شو رح تفرق معك هلأ؟ إذا في عندك سبب مقنع مشان ما تستمر هاي الشراكة فقل لي ياو بسرعة، وإلا فمن فضلك سكر على هذا الموضوع ولا بقى تفتحه أبداً. هاي وحدة كذابة، أول ما تعرفت عليها فكرت أمل لفريحة ولعبت علي بابا، كذبت علي. هالحكي ما بيتصدق، شو هالمسخرة هاي؟ كانت عم تخون زوجها، فريحة كانت بتعرف بعلاقتهم، ومشان هيك اضطرت إنها تكذب. هاي هي المرأة يلي لحنا عم نشاركها بابا. يعني مشان هي تستمر بهي اللعبة كان في سبب متعلق بحياتها، ما هيك؟ بابا عم بقلك إنه المرأة خانت زوجها. هالشي ما بيعنيني أبداً، يعني هي حياتها. أصلاً أنا الشي اللي بيهمني هو حياة الشغل. والله رح تجنني بابا، كيف بتفكر إنه نقدر نعمل شراكة مع مرأة كانت عم تخون زوجها؟ أي عفواً، نسيت، هي الخيانة هي النقطة المشتركة بيناتكم. على فكرة مرحبا. مرحبا. أنا بدي تولين أوتابيك لو سمحتي. تفضلي. أنا هي أخذت اسمك من هاندا جيزغين. آه عرفتك، حكت لي عنك وقالت رح تجي لعندي، بظن انه في عندك طلب خاص كتير. ايه صحيح. شو رأيك تتفرجي على التصاميم تبعنا هنيك؟ ايه اكيد حابة، بس انا عندي إلك سؤال تولين خانم، في احتمال انك تلاقيه غريب شوي. تفضلي. عرفت انك ساكنة ببناية اكسوي، ما هيك؟ ايه صحيح. ابني كمان جديد انتقل للبناية تبعكم. انت بتكوني امه لامير صراف اغلو، ما هيك؟ انا بعرفه من بعيد، هو وبنتي بيعرفوا بعضهم. اسم بنتك جانسو مو؟ لا، اسمها لارا. جانسو كمان ساكنه ببنايتنا، هي بتكون بنت رفيقه كتير مقربه الي. فهمت. انا سمعت عن جانسو، بظن انه هي من فتره توفى ابوها، ما هيك؟ مع الاسف، هو مانو كبير بالعمر، كلياتنا انصدمنا بوفاته، ما حدا كان متوقع هالشي. ايه فهمت. ايه شو حابة نعمل؟ انا قررت اني خيط فستان. بس بدي اترجاكي انك تعملي لي بروفات كتير لحتى اجربه، وانا هيك فيني بمر لعندك على طول. بعدين مبين في نقاط كتير مشتركة بيناتنا، بتمنى انه هذا اللقاء بيناتنا يستمر دائما. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.